حرصا على الاهتمام بالمرضى وخاصة المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، قرر الدعاء عارف تأسيس تطبيق إلكتروني. التطبيق الذي يحمل اسم شفاء يقدم للمرضى إمكانية الوصول للدواء بشكل أكثر سهولة ومساعدتهم على تنظيم تناول الدواء عن طريق نظام تنبيه بمواعيده. إيمانا بأن الدواء حق وليس رفاهية، وبعد إصابتها بمرض سرطان الثدي عانى الدعاء عارف خلال فترة علاجها من 3 مشكلات أساسية متمثلة في عدم توفر الدواء بشكل دائم وإحضار دواء خاطئ نتيجة عدم وضوح الاسم وتأخر الدواء على الوصول إليها. ساعتها اكتشفت ان كل المشاكل دي مش مشاكلي انا بس، دي مشاكل مشتركه مع كل اصحاب الامراض المزمنه وكبار السن اللي بياخدوا ادويه باستمرار. وقعدنا مع بعض وفعلا طلعنا بفكره موبايل ابلكيشن شفاء. الموبايل ابلكيشن اللي بيحاول يوصل الادويه من الصيدليات للمرضى خاصه اصحاب الامراض المزمنه وكبار السن. المريض بيقدر في 3 خطوات بسيطه جدا ان هو يطلب الدواء، يسوي الروجيتا، يختار وسيله الدفع اللي هو محتاج يدفع بيها سواء اونلاين او يدفع لما الدواء يوصل له ويبعت الاوردر. واجه الدعاء في البدايه العديد من التحديات التي كان من ضمنها صعوبه تعامل المرضى من كبار السن مع الهواتف الذكيه. بس لما بدانا نشتغل ماركتنج على ارض الواقع اكتشفنا حاجه تانية خالص، هم يمكن يكونوا ما بيستخدموش فعلا الهواتف الذكيه او السمارت فونز، لكن غالبا بيبقى مصاحب ليهم دايما شخص هو اللي بيستخدمه، فبقينا دايما بنتجه بالماركتنج كامبينز بتاعتنا ان احنا نتارجت الافراد المصاحبين للشخص الكبير او الشخص اللي عنده مرض. نجح التطبيق في اتمام توصيل نحو 200 طلب دواء خلال 3 أشهر ونصف، وتعامل مع 250 صيدلية في القاهرة الكبرى و9 محافظات أخرى. مش بس كده، احنا كمان بنعمل رصد لكل الأدوية اللي موجود في الروجيتات، هو المفروض ان هو بيصير في كل شهر. أوقات بيحصل انه بينزل الصيدلية يكتشف ان الدواء ده ناقص في السوق. احنا أي دواء ناقص في السوق موجود في روجيتة أي حد بنبعت له قبليها اليرت، نقول له الدواء بتاعك ناقص، ارجع للدكتور بتاعك يرشح لك البديل عشان لما تروح الصيدليه يبقى عندك اوبشن واثنين وثلاثه. تعمل دعاء حاليا على التجهيز لمحرك بحث دوائي يتوفر به قاعده بيانات خاصه بالادويه لكي تسهل على المستخدم سرعه البحث عن الدواء المطلوب، بالاضافه الى تحضيرها لمنصه يتم من خلالها توفير الدواء لغير القادرين ماديا. مصر فيها رقم كبير جدا من الروجيتات، اكثر من 1,600,000 روجيتا بتصرف شهريا. هنحس ان احنا حققنا حاجه فعلا لما نلاقي اكتر من نص الرقم ده مثلا بيتصرف من خلالنا من شفاء. بنوصل في اي تي اي او في مده قصيره جدا للمريض، نقدر نوصل الادويه في اسرع وقت. بره في الدول الاوروبيه عاملين مقياس زمني لوصول الادويه للمرضى، احنا لو قدرنا نوصل للرقم ده، قدرنا نوصل للمريض في اقل من 14 دقيقه، احنا كده هنبقى فعلا عملنا خطوه محترمه جدا في البلد دي.